هو فيها خالتي. انت مش كنت عاوز تعرف مين ابوك؟ مش عارف يا خالتي، انا من 10 دقايق كنت عمال اعرف مين الندل ده، بس لما انت اتكلمت دلوقتي تهزيت. ابوك مش ندل، ابوك راجل جدع، ابوك استحمل اللي محدش يستحمله عشان يعطر فيك، ابوك اللي ياما بكى رجاله بشنبات، كان بيفرح لنفسه باب الاوضه ويعيط زي العيل الصغير، ابوك قلبه اتفاكر عليك. انت تعرفه؟ وانت كمان تعرفه، وعلى ما اظن بتحبه. قسما بالله ابوك ما رماك، ابوك قاعد مع اللي ما يسواش عشان يعتر فيك، كان بيقعد معانا فيك وعارف انهم بيقلبوه، وكان يفوت بمزاجه يمكن في نص في المية انهم عارفين طريقك بجد. أبوك اللي كبارات البلد بيقوموا يقفوا له، محلوش إلا غيابك. هو أنت أبويا يا معلم جعفر؟ شفت حد محظوظ أكتر مني؟ أنا أبو المعلم اللي واقف قدامك. زي دي قصة يطول شرحها، عايزة تمثيلية 30 حلقة. طب سبتني ليه؟ بهدلت قهوة من غيرك؟ أنا كنت بتندى باسم أمي في المدرسة. كنت كل يوم بقول له إن أبويا جاي بكرة. أنت عمرك ما كنت بتحكي. الكلام القاسي ده يا الكلام القاسي اللي عامل زي الدنيا اللي فرقتنا. أنا كمان استحمله. وأنت كريم يا رب. تعرف ان من ساعة ما عرفتك وانا بقيت اغير دعوتي، يا رب لا ابني، رب الواد ده يكون ابني، ما تشيلش هم حاجة قبل ما تحلم بالحاجة تكون تحت رجليك. كل حاجة حلمت بيها في حياتي الحمد لله عرفت اجيبها لنفسي، عمري في حياتي ما حلمت بحاجة غير اني اشوفك. انت كنت عايز تشوف راجل النادي اللي انت كنت بتقول عليه من شويه.